فلازم تتعلم. تعبني وين رايح؟ لازم تتعلم كيف الصياعه على اصولها. شوف انت شوف ابوك كيف لابس وشوف هاي. ايوه تعلم تعلم كيف تلبس. سم اخوي من انت؟ سم اخوي هلا اشتغ انت من وش قاعد بعلم ابني؟ قاعد بعلم ابني وين من ابنك بينحش منك؟ تعال يا وريح ابنك بينحش منك ابوي يا وريح. تعال ويلكم ناهض ويلكم. هلا والله كل أخبار؟ كل أخبار؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ طمنا عنك. الله بخير يا شباب. اليوم جبنا لكم اكبر نوب ماينكرافت. لا امزح مو اكبر نوب. عادي اعترف اني نوب. انزل لي بفورتنايت. انزل لي. الله يشوف يا هو ارض فورتنايت الارض ماينكرافت، يعني هي تناقض بالموضوع. انزل لي كود. ما عندك مشكله قدام. المهم قبل نبدا الحلقه، كم نبي نوصل هذه الحلقه لايكات؟ خلينا نطلب 25000. ترى شوف 25000 ترى كثير. 25000 ترى لا 25000 قدها. بما انه ضيف جديد عندنا في القناه، فخلنا نوصل الحلقه هذه 25000 لايك، راح يكون شيء مره رهيب. وحلقه اليوم جيناكم شيء مره ايزي. طور مو ايزي، تحت الايزي يا ناهض، تحت الايزي مره. افا خلاص انا زعلت. لا اليوم نرتاح، احنا كثير عضلنا يا اخي على التنين وكذا، فاليوم نبي نعضل عليه شوي، ولكن ما نبي نزعج نفسنا ونروح نجمع مواد الاشياء دي. لا يغرك، شوف الساعه اللي بيدي ذهب والسنسال ذهب. رولكس فول دايموند بعد. رولكس صح معلم؟ صحيح. لا كم شريها؟ كم شري الساعه؟ شوف وخر عارفك انت خلاص وخر. اوكي طيب نبدا نقول بسم الله. شوف يا نار، اول شيء اللي عليك تسويه بس جيب سناره. لقيت سناره الوضع بادي. انا لا انا بعرف العب اكثر منك. كيف تنعمل السناره؟ ثلاثه سترينث واثنين سترينث و تكسر خشباتي خبشاتي. شوف سناره ثلاث سكات وحبتين سترينث. انا ما اظن في كيف وراه، نروح نشوف اذا في. يا رب في سبايدر. انا عدى الليل تو ويلكم. عند الصحراء تقدر في خبزات يوخر. سوي لك معي. سوي اوكي. والله ما في سبايدرات. سبايدر وين سبايدر؟ لا تقدر رميت خشبي. هذا هو. كفو سوي لنا خبز. بشتغل عندك من هلا والله. خبز اخذت الخبز. يعطيك العافيه. امسك الهلمت هذه خبي. ما عندك صلع على المشكله. يلا معلم انا عندي شعر احسن من شعرك. باين والله. شوف مسوي حلاقه، مخفف من هنا ومدري ايه. الله ستيف حركات توب لايف هاي ستيف. دقيقه غير هذول فيهم. لو في ما في هنا ما تلاقي. شفتوا اخوان من النوب؟ شفتوه؟ الله ظهر. انا تخيل اموت اليوم. الله لا انا النوب عبادي وهو راح يفوزني. والله ما يبي لها يا عبادي. تخيل انت تموت وانا ظني عايش. والله يا حاسس راح يصير. انا الاشياء تصير عكس دائما. ايش قاعد تصير عكس؟ بعدين تعال ابغى اقول لك شغله بس نخلص تجميع. بس اخلص تجميع خشب دقيقه. الله يسعدك. انت بيجي ليل نضب جهاز سيف عشان ايش؟ عشان نقتل السبايدرز. وسريع ننام عشان ايش؟ الصباح وايش؟ جسمه اخر. خلنا نسرق سره الصباح عشان نبدا نسوي الحركه السريه اللي هاي كم اوكي. امسك تعال. وينك؟ شوف وات هلمتت. شوف الحين شوف الخطه كالتالي. ما تنام. شوف متحمس. ما تنام الحين، اصبر شوي. شوف عمل انا اتاه. اول شيء قول لا تنام. قام اشتغل تو طاقيد يا راسك. ليش ملبسني؟ اي انا مطنوخ جاي تعطيني طاقيد جلد. عيب عليك يا رجال. ما تلبس الا الدام ضد الحين. الحين خلاص خلينا نلقي سبايدرز. اوكي دور على سبايدرز وسريع. لا جمعت كذا ثلاث حبات. اوكي ما بحط سيف. طيب اوكي سبايدر. اوكي كم حبتين؟ اوكي نجمع حبتين زياده بس. وسريع النام سريع النام. عبادي لقيتك يا وسخ. اسكت اعرفك كمر وسخ اعرفك. والله يا شباب مشكله كل ما لقيت سبايدر. اقتلوا. اوكي
انا اعطاني واحد اثنتين سترينك وستة عصي. طيب اي عصي بالخير ستكس ما يعطيك ستكسو ما يعطيك ستكسو اهربوا ورب اعطاني ستكس انت من اول مجمع ستكس وات نام 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 سرير وينه سرير وينه يا وسخ هذا هو داخل نام نام يا وسخ يمكن دوري سريرك يا وسخ يا سار انا اقول لا سوف يقومني خلاص 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 شوف دافع عنك شوف اي سراق لانك طيب شوف تعال الحين سوي سناره كذا 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 حبتين طيب سوي سناره صح؟ كيف هي بتتساوى؟ احم طفيت النار انا سناره كيف تتساوى؟ امسك هذه واعطيني السترنث اللي عندك ثلاث حبات كذا جايه بالطول وحبتين على تحت اوكي اوكي خلاص طب اعطيني حق رميتك اياها اصبر اصبر يعني هاي سويت لك اياها انا يلا شوف شوف سويت لك اياها ارمي سنار على الارض كليك يمين اسحبها بعد مره بعد خليك زاد زياده بعد 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 دقيقه وات شوف بعد شوف 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 سبليت قل لك او بي ما نتفاهم انا ليش لبست الهلمت اخذتها منك ولبستها عشان كذا اقول لك ايزي راح يوم راح نذبح التنين في ايزي هذه مو وهذه ايش فيك انت الله يهديك نايس حاطه الثرون 8 مليون فيها ولا طقني 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 اي طقني تحداك طقني لا حلفت عليك طقني 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 اوكي هذا هذه حلقتنا اليوم يا شباب باذن الله حلقتنا اليوم طقني وطقك طقني وطقك يا رجل التنين لو طقك هو راح يموت لحاله استغفر الله العظيم طيب اي والله صح مدرب مطوره يا خلينا نكمل صيد اخبار علوم ان شاء الله بخير وش ذا اوه ان شاء الله ما قاعد تاخذ الاشياء انت خذها وين هاي قاعد ترمى وراك اي قلت انا بالمطور راحت علي اخذتها ولا سروالي لا 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 ايش هذا؟ ايش هذا؟ اغراضي تغرق اغراضي تغرق وين راحت؟ ايش هذا؟ فيه؟ ما ادري اه معي في يدي مثل بوق ما ادري نيوك الو عايش انت؟ سمعت صوت قطوة قطع ايش يا رجل بوق وتفجرني قطع يقول لي اخر شيء هذا ارمي ما نبي بيجي فين العيد ذا جاني نذر رايت تدري جاني نذر رايت لا 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 والله صرت يخوف اقسم بالله وربي يخوف يلا الحين ننعمي مره ثانيه يلا من جد اح قاعد ارمي اغراض ما هم شيء استغفر ما هم اللي قاعد يصير انفجارات ولا شيء قاعد ارمي اغراض عادي ترى ايزي ايش اللي قاعد يصير؟ طيب يا رجال تختفي الاغراض وراك هي وراك يا ابن حلال وراك طيب شوف 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 نبي حبتين ايرون جاني نذر رايت انا بسوي دروع نذر رايت والله ليش؟ يا ابني فك البوخ ذا من عندك لايك لا بليز اسحب عليه ايوه طيرنا عين بيصدق ام البوكس مره ثانيه نطيح يا الله يا عبادي خلاص يا عبادي ولا حركات اطفال يا عبادي كلنا منك يا ابوي خلاص يا عبادي الحين ايش نبي زياده؟ ايش نبي زياده الحين؟ تعال بدك سيف معي سيف اذا بدك ايش نبي السيف؟ نبي الحين نروح السريع النذر سريع اسرع سرعه للنذر افا وينك انت طب وينك انا هنا هنا وراك شوف طقني طقني لا لا ما بطقك لا ما بطقك بطق اه اللي اللي مستانس لا تطقني بموت كم قلب قولوا لو مو دروعي قويه كنت مت ترى المهم السالفه مو هنا الحين السالفه انه نبي ننزل الحين كيفينج تمام اه نذر رايت اوه تكسرت هذا صح لا فك ام البوخ فكه ارمي هات البوخ هات البوخ هات بالغلط طلع ايه اصبر سحبت بالسناره نذر رايت وين راح؟ انكسر نذر رايت بلوكر كامله
اوكي انكسر كامل سحبت جاني اكل كفو اوكي امسك نص الاكل لو عندك الاكل ولا ما عندك معي خيرات الله اكل اوه اوكي هلا كذا انت محتاج اذا بدك انت خذ معي ستاك وشوي هلا والله طيب شوف الحين شوف نبي ننزل كهف تمام انا مجمع ايرون نبي نجيب بوابه النذر تمام ونبي نروح اللي هو شو اسمه ليش ايرون ايرون عشان نسوي باكت وفلن الاشياء ذي شوف انزل جنبي انزل جنبي ادري التكسير قوي ايرون عشان ايش ايرون عشان باكت الماي بدروك اطلع الله يديك اطلع مره نزلت لا اصبر خلنا اود بس نروح على المستوى اللي نبي عشان نلاقي لابا فيه في لابا عندي هون شمال اي بس نبي ايرون على الاقل اول شيء اوكي جولد كيف نحتاج جولد هنا اي شيك اي خذ فلنت عشان فلنت ستيل خذ حبه فلنت على الاقل ما طلعت لي خلاص معي بتبطر على النعمه لا تطقني ابدا شوف دائما اسف ربي يا اسف طيب شوف ما ادري انك تعصب يا عبادي انت اللي بتموت انا ما بموت والله شفت الاثنين درعنا شفت الاثنين معضلين وياك تمام بس دقيقه ما طلع لنا بو ما طلع لنا بو ليش اين لقيتها بس اصبر تطيح فيها ما شفتها تحت اجل حتى طحنا فيها ما بيصير شيء طيب شوف حن نبي الحين نبي ماي حنا بس اطلع جيب دقيقه لو نلاقي ندور على ماي امسك هذا باكت تمام حقي ايرون حقي وين هذا الباكت خذ الباكت سويت لك باكت فيه لا ترمي لي اغراضك هذا ارجع زتيت الباكت بالغلط انا ايوه فلنت من اول حبه يا سلام معي فلنت يا بوت معك فلنت يلا الله شوف صرت انا اول شباب صرت انا النوب يا شباب نبي ماي احنا الحين نبي ماي يا نطلع نجيب ماي انا لو نلاقي ماي مني منا ها تعال شوي هيلا وين سروالك استنى اصبر سروالي ايش بذكرك كابتن بس بدني يا مدرب بدني تعال شوف تبي طريقه اطلعك فوق بسرعه تجيب لنا ماي وتنزل مره ثانيه اقتل دروعك اوكي تنمر ما لا لا ما فيش كيب انفنتوري مش هرجع اخذ اغراضي صحيح ما في كيب انفنتوري اجل شوف خلاص اضبط احط لك كيب انفنتوري ها كيب انفنتوري ترو يلا رميت سيفك انت اصبر شيل دروعك واضربني بضربك بدون السيف بس يعني عشان ما تموتش برضه بضربك ما يا ساتر دمت كثير الله رماني كثير لورا طيب شيل دروع انا زي كذا هذه افضل عندنا كذا والله تمام ايوه ما بعد جبناه اوكي شوف الحين لا الحين اللي علينا نسويه ايش انه او ماي جاد الزبايل الموجوده هنا طيب هنا في لابا تمام وين الباكت الماي هذا هو بتقول عن الدايموند زبايل يا وصف يا اخوان هذا حال اللي بتبطل عن النعمه والله العظيم لا بالسيديان اصبر ضاع الام البسيديان انحرق ما اظن عرق لا معي سبعه معك يلا كمل الباقي معي 10 اوكي سوينا بوابه سويت انا والله سويت 1 2 3 لا هذه غلط هذه كسرها عارف حطينا كذا ايوه ماله ماشي ليش مكبره زي كذا انت الله يهديك اسكت ايش قاعد تسوي؟ اسوي الله فيك يا عبادي ايش قاعد تسوي؟ اوكي لا يا الله شوف يا اخوان شوف علي غلط ليش حطها ورا؟ وربي حاسه لك بلوك انا مش وقتي ولا
شوف الحين ادخل شوف نبي شغلتين من النذر فقط لا غير. نبي اللي هي الايش نبي الاندر بيرز الاندر اي وال شو اسمه نبي الاندر بيرز ونبي ايش بعد اللي هي البليزرود تمام. طب تدور على العالم الازرق. طيب شوف 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 دقيقه 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 تعال تعال عندك عندك حبه جولد ليش قتلته امسك هذا نحتاجه. شوف ابيك بس تشوف احد من ذولي ترمي له حبه جولد لازم اكون معك انا. تعال تعال من منه روح روح ارمي 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 له حبه جولد ارمي له حبه جولد دقيقه. وين هذا هذا هناك الخنزير مو الخنزير الكبار الكبار مو صار اوكي كيو كيو شوف كم من ذبز ربع شوف كم من ذبز ربع انصدم شباب شباب قاعد تفطر انت حيقلش حيقلش العالم حيقلش حيقلش خلاص وقفت وقفت شباب المبز قاعد طقني وقاعد تموت سبحان الله. طيب بس هذه شوف كيف ايزي كيف ما نحتاج زياده خلاص الحين علينا نسوي انه ندور بس قلعه ناخذ منها البليز و... يا اخوان انا قلت لكم عبادي هاكر يا جماعه الخير يا عمي روح انت وياه يا عمي وين راح نلاقي الحين قاعد. طيب شباب عشان الوقت تمام راح ندور على قلعه بشكل مره سريع ولا لقينا قلعه نرجع لكم باذن الله. Where did you go bro? Where did you go? ضيعنا المسكين آه هذا انا قريب قريب عليك انت لا تروح بعيد. Where بس Where are you? وينك انت؟ مش عارف وينك هذا آه انا هذا انا ايه طيب شوف ايه يقولوا عني ناط باركور ايوه في قلعه في قلعه في قلعه والله ما ادري كيف شفتها كنت بقطع تصوير بقول لكم روحوا القلعه ونرجع لها بس في قلعه تعال وجهي خير يا جماعه انت كل شوي قاعد تطيح تعال الحقني انت اسكت انت اللي موت انت اللي قبل شوي وقطع شفتوه شوف هذه راح نسوي زي كذا عشان ايش تاخذ ايش سويت زي كذا عشان لا لا تلحقني لا تلحقني خليك تحت انا هذا عشان العلامه عشان نرجع لها عشان البوابه هنا عقتنا يلا مشينا اوكي اوكي فكت البوابه فوق لا 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 ايه باركور ما عليك عمي تعال شوف انا ما قدرتش اطلع باركور حتى على الشجر اللي فوق خلاص اصلا انتهيت احلى تعال لي خلنا نسوي الطريق لهناك ما في دجاج المشكله طاح مره ثانيه حسبي الله ونعم الوكيل انت بتدفني انتبه علي بتموت علي. لا لا بتموت يا وسخ عبادي اهربوا مره لا تطقني هذه المشكله ما طلع انا بيبين بوي يمكن لما نرجع نحاول نسوي سناره هذا انا في بليس ابلع هذا لوتين كم 3 مليار هذا ما ادري والله هذا كثير نفر والله كثير ادري كم ولكن فعليا هذه اسهل صعوبه اسهل من اللي قبل لعبناهم اصلا مشان يلا الحين يا شباب اللي بنرجع للعالم العادي تمام ونحاول نصيد على الاقل ايوه وش الشطحه ذي يا عيني يا عيني احمر واصفر اللون ايش تبي ايش الشطحه هذه ناظر هناك والله شباب هذا ما يمزح والله العظيم ما يمزح ما طقيتك والله ما اوكي يلا الحين يا شباب علينا نسوي انه ايش خلينا نطلع فوق تمام ونحاول نحاول نجيب سناره ثانيه ونحاول نصيد بوع على الاقل لانه نحتاج بوع تكسير ابراج والاشياء هذه فخلنا نطلع فوق يا رب الليل بفوق عشان مره واحده نطلع وايش نكسر نجيب سناره معك دروع قويه فشلتنا لا لا عشان نطلع لفوق بسرعه يا حيوان شلت دروعك يا وسخ والله هذا الامه بالكي انفنتوري هذا اللي يقول لك اللي ما ينعطى وجه ماله عادي شوف النوب يا اخوان شوفوا لساته تحت ساعدني ايوه لا 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 هد 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 جن باودر نعمل ليه ما نبي سنارة ليه ترى شو ما عندنا ليه ترى ما يطلع ليه ترى الوسخ بلكي يطلع لنا ليتر شوف كم باودر كثير هو ما راح يطيح لنا هذه الحظ فهمت الاشياء طلعت بوم طيح لنا تبي تطيح لنا ليتر طيب انا معي بو بدك عندي بو اظن بيكفيني ذا وعندي ساكن سهم فوضعنا ايزي ما كنت بعطيك اياه
تعال وربي مطفي خذ سرير خذ السرير اوكي ناخذ سرير ونبدا ننطلق ندور على الانت الحين وينها رمت وينها وين رمت لاك وين وات ما قاعد اشوفها ولا انا هاي وات تستهبل صح هات هات زدت لي العيون خلنا اشوف انا امسك مستحيل تحتنا يا ابوي روحت ابو العيون ضي معانا عيون كثير معانا عيون كثير عادي بس وين راحت بس ايش في شباب دقيقه بدي ودي اروح مكان بعيد وارمي دقيقه مستحيل تحت مستحيل هيا هيا تحتينا قول والله وربي تستهبل صح لا والله وربي اوه ماي جاد شباب شباب شوفوا شوفوا شباب حنا اوكي انا جايك جايك اصبر بس خلني بس اعرف انا نزل نزلت منها انت ايوه دقيقه ايوه شفتك 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 بنزلك 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 انزل انزل كمل كمل نزل تكمل اصبر تعال شوف تعال شوف وين نزلني دقيقه والله يا شباب شوفوا هذه ما كان ما كانت في الحسبان والله اه شك تعال شوف تعال شوف كل مرة رميت عين رسبن لك واحدة اجهز قدر مطورة الاشياء اللي احب اشكالات يلا مشينا الحين الاعلان انه جد التنين شوف ما يبي نكسر ابراج توي تذكرت انا ما يحتاج نكسر ابراج ارمي اندر بيرل روح وريهم قديش انت معضل انت ابيك تكسر تنين انت ابيك ابيك بس بس طق التنين بس فقط لا غير لا لا انت طق انت طق انت طق يعني عشان نوب يعني اطقه انا؟ لا مو قصدي كذا ابيك تكتر انت حسبي الله ونعم الوكيل بس يلا اسطورة ناض استوقف عليك اح وات؟ اي وات؟ من واحدة فجرهم كلهم وات؟ عشان تشوف قديش انا قوي ايش الله عليك اسطورتي هذا تنين مهايطي تعال ايوه مزل. ايوه نط عليه واضرب اضرب 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 نط عليه اضربه فشلتنا انت ومودك رور اضربه فشلتنا انت ومودك والله يا صفق بالجدار رور كم عليه ايه 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 بموت اه ما اقدر نط تضرب انا هذه ما انا ما اقدر تسوي تعال يا وسط كل ما احاول اسويها يطيرني فوق بس ما علينا تعال جت سليمه اسطورتي كفو عليك لا والله ان الداتا باك هذا ممتع بالله كيف مو اسهل قتال تنين في العالم اوح ابعد انت طق طق لا طقني لا طقني لا طقني ترى ما دمشني حتى ما دمشتك عندك قد لفل ما عندك قد تاكل انزل لي يلا وش معك انت هاي نكباك فيها جرب هذه بطيك في العالم تعال بطيرك في العالم اوه ان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم ان شاء الله استانستوا و اوه ماي جاد اللي حابب يشوف قناة ناض عنده قناة جيمنج راح تلاقوها تحت روحوا تابعوه هناك صورنا حلقة عنده حلقة لكي بلوك روحوا شوفوها هناك ويعطيكم العافيه على المشاهده انه هذا حبيبي ايش قاعد تحفر هنا؟ ايش قاعد تسوي؟ يا جماعه 25 الف لايك ايش تبي انت ايش تبي؟ ايش تبي؟ بقتلك انزل بقتلك مره ابلع ما تدمجني حتى انا كذا استسلم انا كذا استسلم خلاص دروعه قول طلعت من فويد فويد لا لا اوكي شوف يعطيكم العافيه على المشاهده وعندك اي شيء ناط اي شيء تقوله؟ يا بوت ابلع اوكي بلا 25 الف لايك يلا شكرا مشاركة الجاية مع السلامة